نعم هذه خطوة جبارة، هي شعلة ضوء في زمن مظلم، ولا أريد أن أتحدث كثيرا في السياسة لكي لا تشكل المواقف السياسية القائمة في لبنان حاليا لمحة سوداوية في وجودنا اليوم وفي شعلتنا التي نطلقها اليوم لهذا المبنى، لهذا الصرح الذي يشكل كما قلت شعلة أمل وبصيص نور لكل إنسان يقطن هذه المنطقة، لكل لبناني مخلص للدفاع عن أرضه. فالواقع الأليم على المستوى الداخل تغمره اليوم فرحة وبصمة تركتها نقابة المهندسين بإقامة هذا البناء في تلة مقاومة صامدة في مدينة النبطية. حضور نقابة المهندسين في المناطق واليوم في مدينة النبطية من خلال هذا الصرح المميز هو الحضور إلى جانب المهندسين لتسهيل أعمالهم وخدمتهم بشكل أفضل وتسهيلاً لعمل المتعهدين والمقاولين، وهو أيضاً الحضور بين الناس ليخدم أبناء المنطقة بكل تطلعاتهم الهندسية وغير الهندسية لمعالجة كل المشاكل التي يواجهونها على المستويات كافة عبر استضافة الخبراء والاختصاصيين، ليتحول هذا الصرح إلى صرح علمي كبير. وهذا ما نتطلع إليه في بلدية مدينة النبطية، أن يشكل هذا الصرح بفعاليته وعمله قيمة إيجابية مضافة للتنمية وللعلم وللخدمات في المنطقة. من هنا من حيث يغدو للمكان صلة مع الصلاة، من هنا من حيث تغدو الأرض على مسافة أقرب مع السماء، من هنا من شرارة العلم التي أطلقت صباحا وأيقظت أمما، من هنا من مدينة العلم من نوارة الجنوب، من حيث يخرج من تحت كل حجر عالم وأديب ومهندس وطبيب، يحضرنا الأمل في افتتاح فرع نقابة المهندسين في النبطية بحضور هذه الكوكبة الجميلة من الأخيار والأحرار. لقد تعاقد على هذا المشروع أربعة نقباء، بدءا من النقيب بلال العليلي ومرورا بالنقيب إبير صيبس والنقيب خالد شهاب، وكل مقدم للمشروع وبحسب ظروفه، وانتهاء بالنقيب جاد ثابت والمجلس الحالي الكريم الذي قرر استكمال المشروع الذي صارع الظروف والطبيعة وقساوتها لأكثر من 8 سنوات قبل البدء بعملية الاستكمال والبناء بعد تعديلات على المشروع ليظهر بما ظهر عليه اليوم.